ده أقوى مشروب حارق للدهون، بيزود معدل الحرق وبيركز وبيشتغل بشكل حلو قوي على الدهون اللي بتكون عندنا في منطقة البطن والجوانب. نتيجته سريعة وتحضيره سهل جدا وغير مكلف، وراهنك إن هو هيديك نتيجة أحسن من أدوية التخسيس. تعالوا بقى نقول مع بعض المشروب ده عبارة عن إيه. مبدئيا خلينا نقول إن كل المكونات اللي إحنا هنستخدمها مثبتة علميا ومعمول عليها دراسات كتير جدا إن هي فعالة فعلا في خسارة الوزن وتقليل الدهون وزيادة معدل الحرق. أول حاجة هنستخدمها مع بعض هي شرائح الليمون. شرائح الليمون معروفة إن هي بتعمل حاجة حلوة جدا، إنها بتقلل ارتفاع السكر في الدم بعد الأكل. تاني مكون معانا وهو القرفة. القرفة من أكتر الحاجات المثبتة علميا إن هي فعلا بتزود معدل الحرق، بتقلل الوزن بشكل عام، بتقلل محيط البطن، وكمان بتحسن حساسية الأنسولين، يعني بتكافح مقاومة الأنسولين. المكون اللي بعد كده معانا وهو الروزميري أو إكليل الجبل. الروزميري أو إكليل الجبل بيعمل حاجة حلوة جدا، هو أولا طبعا مضاد التهابات ومضاد أكسدة، لكن الطريقة الفعالة جدا والقوية جدا اللي هو بيعملها في التخسيس وحرق الدهون إن هو بيقلل امتصاص الدهون وتخزين الدهون في الجسم، وبيحفز إن الجسم يتخلص من الدهون عن طريق عملية الإخراج، يعني بيخلي الدهون اللي أنت تاخدها الجسم يتخلص منها في عمليه الاخراج او في الاستول او في البراز. المكون اللي بعد كده معايا وهو الجنزبيل. الجنزبيل برضو بيقلل سكر الدم، بيظبط حساسيه الانسولين، وبيزود الحرق، ولكن الحاجه المميز بيها الجنزبيل اللي هو بيشتغل عندي على هرمونات الشبع وهرمونات الجوع، بمعنى ان هو بيقلل عندي هرمون الجوع اللي هو الجريلين ويزود عندي هرمون الشبع اللي هو الليبتين. فاضل كده مكون واحد هنقوله واحنا بنحضر العصير مع بعض. طريقه التحضير بسيطه جدا، وهي ان احنا هنجيب ليمونه ونقطعها شرايح عندنا، وبعد كده هنضيف عود من الروزميري او اكليل الجبل، وانا بفضل ان احنا نستخدم الروزميري الفريش، وده بنلاقيه في اي محل بتاع خضار او اي هايبر او اي مول بيبيع خضار، هتلاقوه يعني بسهوله، او ابسط حاجه خالص ان انت تروح تجيبه من اي مشتل زرعه كامله على بعضها مليانه اعواد روزميري ممكن تعمل لها 10 جنيه. هنستخدم عود واحد بس منه، وبعد كده هنقطع شرايح صغيرة من الجنزبيل وهنحط عود من القرفة. بالنسبة لعود القرفة، لو انت مش عندك القرفة الاعواد، مع ان هي طعمها بيبقى افضل بكتير من القرفة البودر، اما تستخدم عود واحد زي ما انا عملت هنا، او بتستخدم نص معلقة صغيرة. يعني العود ده لو احنا طحناه بيدينا نص معلقة صغيرة. كمية الاتنين جرام من القرفة دي هي الكمية الامنة المسموحة بشكل يومي ان انا استخدمها، وهي دي اصلا الكمية اللي اتعمل عليها الدراسات. يعني دايما الدراسات اللي كانت بتتعمل على وفوائدها للتخسيس وحرق الدهون كانت بتتعمل على كمية 2 جرام، فاحنا مش محتاجين غير نص معلقة صغيرة او عود من القرفة. لحد هنا المشروب بتاعنا ممتاز وفعال جدا، ولكن في مكونين احنا ممكن نضيفهم يزودوا فعاليته ولكن بيخلوا طعمه يتأثر، يعني بيبقى الطعم مش افضل حاجة، وهو الكركم. والكركم احنا بنضيفه في شكلين، لاما الكركم الفريش، وده قليل شوية ان احنا نلاقيه في مصر، بيبقى كركم كده اعواد، ممكن برضو نقطعه زي ما عملنا الجنزبيل، او ان احنا بنضيف معلقه صغيره مليانه من الكركم. الكركم برضو مضاد اكسده ومضاد التهابات، بيحسن مقاومه الانسولين، بيفرق جدا في دهون منطقه البطن، ولكن احنا ممكن نكتفي بالمكونات الاولانيه عشان حته الكركم دي مش كل الناس بتحب الطعم بتاعه. وطبعا لو هنضيف الكركم فمعروف ان صاحب الكركم وصديقه اللي ما ينفعش يسيبه ابدا هو الفلفل الاسود. ساعتها بنحط 3 حبات سليمه من الفلفل الاسود عشان نحفز امتصاص الماده الفعالة للكركم، وهي الكركمين. فاللي عايز يجربه بالطريقة الأولانية بال4 مكونات اللي احنا قلنا عليها يجربه، اللي عايز المكون الخامس والسادس يضيفهم ويجربه. بالنسبة للتحلية فيفضل ان احنا نحليه بسكر ستيفيا، لانه مش بيرفع معايا سكر الدم، وهو سكر طبيعي وامن تماما، ومش بيأثر على بكتيريا النافعة اللي في الامعاء عندنا زي باقي انواع السكر الصناعية. ده يعني اكتر حاجة انا برشحها اللي انا ممكن اضيفها عشان احلي مشروب تخسيس. كل الحاجات دي مع بعضها هنحط عليها مية مغلية ونسيبها تتنقع. الكمية اللي معايا دي بتكفي من 2 لـ4 مرات، يعني انت المفروض بتشرب الكمية دي على 2، يعني انا بحط عليها 2 كوباية ماء مغلي اللي هو ما يعادل 1/2 لتر من المية. المفروض ان انت بتشرب 1 كوباية قبل الغداء بربع ساعة، وبتشرب 1 كوباية قبل العشاء بربع ساعة. لازم المشروب ده يتاخد قبل الاكل، كل فوائده دي هتظهر لما ناخده قبل الاكل عشان يبدأ ان هو يلحق يشتغل ويقلل ارتفاع السكر في الدم بعد الاكل. ممكن عادي خالص لما المية اللي انا استخدمتها دي تخلص، اللي هي 2 كوباية دول، اضيف عليه 2 كوباية مية مغلية تانيين واشربهم تاني يوم. يعني المكونات اللي احنا حاطينها، عشان احنا حاطين حاجات كلها فريش، فبتكون قوية جدا ان انا اقدر احط عليها مية مغلية مرة واخد الخلاصات بتاعتها واشربها، وكمان احط عليها مية مغلية مرة تانية واخد الخلاصات بتاعتها واشربها. يعني من الاخر ده بيكفي 2 يومين استخدام، اليوم التالت بقى ابدأ احضر مشروب تاني واستهلكه تاني. المشروب ده نتيجته مبهرة وسريعة
وهيفرق جدا 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 معاك في دهون البطن وفي زيادة معدل الحرق. ولو انت كمان ماشي على دايت بيسرع معاك النتيجة اللي انت بتشوفها من الدايت، ولو انت وزنك ثابت بقالك فترة وعايز ترجع معدل الحرق تاني جربه، هيفرق معاك جدا ان انت هترجع تخس تاني بعد فترة كبيرة من ثبات الوزن. جربوا المشروب ده هيعجبكم جدا وهيفرق معاكم جدا، وهتشوفوا منه نتائج ممتازة جدا جدا. اتمنى يكون الفيديو افادكم. لو الفيديو عجبكم وسمعتوا اي معلومة جديدة بالنسبة لكم، تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا اعجاب على الفيديو عشان يوصل اكبر قدر من الناس ويستفيدوا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.